تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 11 سبتمبر 2018. أسبوع كان مليان بالأحداث، ولكن مش جاي بس أقول لكم أحداث تحزن، جاي أقول لحضراتكم ربنا بيذكرني وبيذكر حضرتك باحتياجنا للحياة الروحية، حياة اليقظة الروحية، حياة الاستعداد، حياة إن احنا نصبح مصابيح مضيئة في هذا العالم المظلم. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، قال لنا حاجات كتير عليها، قال على الحروب وأخبار حروب، قال إن هتحصل زلازل عظيمة، نسمع الزلازل، زلزال رقم 6 ده اللي كان نادر قوي نسمعه دلوقتي بيتكرر في الأسبوع، قال لنا هتحصل مجاعات وجفاف أوبئة، ونسمع عن أمراض غريبة، كائنات حية بتموت، مخاوف، علامات عظيمة في السماء، في الشمس والقمر والنجوم، الأرض تبقى مضطربة، الأعاصير كتيرة، الأمواج تضج، الناس تبقى خايفة من بكرة، الدخان والنار والبراكين وغيرها، تتحول الشمس إلى ظلمة، كل ده قبل يوم الرب العظيم. والحل قاله لنا ربنا على فكرة، ويكون كل من يدعو باسم الرب بيخلص. كل ما تسمع خبر مزعج عن كائنات بتموت كتيرة، زلازل زادت، كلام ده افتكر كل من يدعو باسم الرب يخلص. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل ليه؟ أولا عشان لما تحصل ما نخافش، في زمن العالم هيكون خايف، اسألوا الناس على هل مطمئنين لبكرة واسمعوا هيقولوا لكم ايه. فقال لنا الحاجات دي علشان ما نخافش زي ولاد العالم. حاجة تانية، ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل علشان لما تحصل نؤمن، لأنها مستحيل تكون بالصدفة وتحصل بهذه الدقة مع بعض. No way. في زمن ربنا عارف قد إيه زاد التشكيك جدا في الكتاب المقدس، في زمن ربنا شايف إنه هيشككوا حتى في وجود إله الكتاب المقدس نفسه. حاجة التالتة والمهمة، علشان حياة الاستعداد، زي ما قال إنجيل لوقا 21 متى ابتدأت، وأكرر دايما كل أسبوع كلمة ابتدأت، تكتمل إمتى معرفش، أيام، شهور، سنين، قرون، معرفش، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي ترفع راسك لفوق تستعد. ليه؟ لأن ربنا عارف الزمان ده إزاي هيكون فعلا فعلا العالم متفنن يشغلك عن حياتك الروحية، يسرق وقتك، الوزنة الغالية قوي اللي قال لنا ربنا عليها مفتدين الوقت. العالم مركز على فكرة على سرقة وقتك، يا ترى هتسيبه يسرقك ويضحك عليك، ولا هترفع راسك لفوق وتنتظر خلاصك وانت اللي تغلب العالم باستعدادك الروحي؟ ها، قوي ام ضعيف؟ هتضحك على العالم ولا العالم هيضحك عليك؟ علامات في السماء، من كتر النجوم السماء اللي بتقرب من الارض واللي بتسقط على الارض، اقصد اجسام فضائية، وده الكلمة اليوناني المقصود بيها، مذنب يسرع في اتجاه الأرض وحيمر بالقرب من الأرض في أقرب نقطة له في 72 سنة، وده حيحصل في رأس السنة اليهودية. في السبع أيام هذه عاصفة شمسية كبيرة ستصيب الأرض، ده بالإضافة للمذنب اللي يقترب من الأرض في نفس الوقت مع بعض. يوم 4 سبتمبر، عشان أوضح لحضراتكم إزاي تساقط نجوم السماء بشكل ما حصلش، وقارنوا الأرقام دي برضو في اللي موجودة في الساتلايت وسائل الإعلام بما هو قبل 2008، أو حتى بالسنين بالراجع شوفوا المعدل. يوم 4 سبتمبر ده يوم لوحده 61 كرة نارية في يوم. يوم 5 سبتمبر 28 كرة نارية في يوم. يوم 7 سبتمبر 26 كرة نارية في يوم. يوم 9 سبتمبر 38 كرة نارية في يوم. يوم 10 سبتمبر 94 كرة نارية، ده في يوم واحد، ولا أنا قلت ده كله ده أسبوع واحد. إيه رأيكم؟ المواقع بتؤكد تزايد عدد الأجسام الفضائية اللي بتهدد الأرض، ووصل عددها دلوقتي المحصى 1923 جسم فضائي. متخيلي الطقس، العالم اللي أصبح الأمواج بالفعل تضج، استمرار انخفاض الجفاف، وزي ما حضراتكم شايفين إزاي إن فعلا بتحصل مجاعات، منسوب المياه
إلى معدل خطر في بحيرتين كبيرتين هو بحيرة ميد وبول وجفاف في نهر كولورادو. الجفاف يتزايد في جنوب وغرب أمريكا، للأسف اللي بدأت تبعد عن ربنا رغم كل المحاولات الرجال المسيحيين لإرجاع أمريكا لربنا، لكن الديمقراطيين قاموا بشغل كافي للأسف. هيريكين فلورنس يصبح الثالث من الأعاصير القوية اللي تحصل في الأطلنطي في نفس الوقت، وده من The Weather Channel. أيضا هذا الهيريكين ده يتحول لفئة 4 كاتيجوري 4، ده من ABC News في الأطلنطي، وبدأ يتجه لبرمودا وأيضا سواحل أمريكا الشرقية. على نهاية الأسبوع أو في الكام يوم اللي فاتت قرب جدا من السواحل الأمريكية، فكارولاينا الشمالية والجنوبية أعلنوا حالة الطوارئ بسبب هذا الهيريكين أو هيريكين فلورنس. طيفون جيبي حتى الآن يترك 1.6 مليون شخص في اليابان بدون طاقة، و9 موتى و300 شخص مصاب. ده جيبي. هيريكين جوردن لا يزال يتقدم برضو عشان يضرب الأراضي الأمريكية من الناحية الأخرى، من ناحية المحيط الهادي مش الأطلنطي. إعصار هيلين يتكون غرب أفريقيا، وده يعتبره حدث نادر. في حدث نادر المحيط الأطلنطي والهادي الاثنين مع بعض بيهم الكتير من العواصف والأعاصير والهيريكينز في نفس الوقت، وده بيعتبروها ظاهرة غريبة، وأضيف عليها كلمة تزايد تلاطم الأمواج أو أمواج البحر تضج. شوفوا كمية العصير وإزاي معدلها زاد جدا هذه الأيام. هيريكين أوليفيا ده كمان واحد جديد يقترب من هاواي، والسكان يستعدون لفيضانات قوية وأمطار ورياح مدمرة، كل ده في سيزن واحد. حرائق كاليفورنيا، مناطق بتغرق ومناطق ناس بتموت من الأمطار والفيضانات، ومناطق تانية بتجف، ومناطق تالتة بتتحرق. حرائق كاليفورنيا لا تزال تنتشر، وفي شمال كاليفورنيا أصبحت الحرائق وصلت لثلاث أضعاف الحجم اللي كانت عليه. بسبب الحرائق البشعة دي كاليفورنيا بيعتبروها أخذت ضربة اقتصادية بشعة، وبص مناظر الخراب اللي وصلت قد إيه. غريبة أن كاليفورنيا اللي بتتعرض لأكثر الكوارث، كاليفورنيا دي أكتر ولاية فعلا بتعاند ربنا بشكل ما حصلش، وعايزة تمنع كلمة ربنا في أي مكان، والخطية والمثلية وي 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 زادت فيها جدا جدا. أنا بقولش هو ده السبب، أنا بقول بس حاجة ملاحظة. مزارعين يحذرون أن الشتاء القادم قارس البرودة، ده يضاف للخبر اللي فات أو الأسبوع اللي فات، توقع الأرصاد أن للأسف الشتاء ده هيكون صعب قوي في مناطق كتيرة، واحتمال كمان يكون شتاء طويل شوية. جزء من جنوب أفريقيا يتغطى بطبقة كثيفة من التلج بطريقة غير معتادة، الحيوانات حتى مش متعودة عليها، وأغلاق الطرق. دي زرافة اللي ماشية وسط السنو ده. الزلازل اللي زادت جدا، وشوفوا معدل الزلازل القوية بقي شكله ازاي. يوم الأربعاء اللي فات لوحده حصل 52 زلزال، منهم زلزال بقوة 6.6 في اليابان، وكتير خمسة فما فوق. زلازل اللي كانت فوق الخمسة دي كانت نادرة، وزلازل اللي كانت فوق الستة دي كانت نادرة قوي. دلوقتي بينا لازم نسمع عن كتير قوي فوق الخمسة، ورقم ستة اللي كان نسمع عنه عدد يعني ما يتعدش على صوابع اليد في السنة، دخل بقينا نسمعه مرة في الشهر، دلوقتي داخلين احنا بنسمعه مرة في الأسبوع، وأحيانا بقي أكتر من مرة في الأسبوع.
يوم الخميس اللي فات 47 زلزال، منهم واحد 7.8، اتغير الرقم ده دلوقتي بقى 7.9 في فيجي، وواحد تاني 6.2 في الإكوادور، و5.8 في شيلي. يوم الجمعة اللي فات أيضا 37 زلزال، فيهم واحد منهم آخر بقوة 6.1 في الفلبين، وكتير 5 فما فوق. يوم السبت اللي فات 51 زلزال، يوم الحد 43 منهم 2، واحد بقوة 6.9 وواحد بقوة 6.9 في نيوزيلاند، و 6.5 في جزر سليمان. يوم الاثنين اللي فات 47 زلزال، منهم أيضا زلزال بقوة 6.3 في نيو كاليدونيا. الأسبوع ده كل يوم تقريبا كان بيحصل فيه زلزال 6 فما فوق، متخيلين؟ في ما عدا يوم واحد، 6 أيام من 7 حصل فيهم زلازل بقوة 6، متخيلين؟ اللي قلته ده أسبوع، ده مش 10 سنين، ده زلازل قوية حصلت في أسبوع بنفس الساتلايت ووسائل الرصد والإعلام ومقياس ريختر والكلام ده كله. ده أسبوع، للي مش متخيل الكتاب المقدس اللي قال هتزيد الزلازل ونسمع عن زلازل عظيمة، يعني زلازل قوية. والزلازل القوية على سبيل المثال 6 ريختر اللي كانت تحصل، شوف أدوبك، مرات قليلة في السنة، ورجعوا لما الإحصائيات ما قبل 2008، بصوا دلوقتي بقت تحصل بمعدل قد إيه. ده بالصدفة في نفس الوقت اللي زاد تساقط الأجسام الفضائية، في نفس الوقت اللي هي تساقط النجوم، اللي في نفس الوقت زادت فيه أيضا الأعاصير والأمواج البحر اللي بتضج، وهو في نفس الوقت اللي ألاقي فيه الأحداث دي زادت. الأسبوع ده لوحده حصل فيه 103 زلزال قوي، ده أسبوع، ده لسنة ولا 10 سنين، ده أسبوع واحد. من هذه الزلازل القوية واحد بقوة 7.9 وست زلازل بقوة 6 ريختر، فوق 6 ريختر، 6 في أسبوع. ده السنين اللي فاتت ما كانش بيحصل 6 في السنة، ما قبل 2008 ما كانش بيحصل 6 في السنة، مش 6 في الأسبوع. زلزال اليابان اللي هو بقوة 6.7 اللي خفضوه 6.6 سبب 38 مفقودين و8 قتلى و140 جرحى وتشققات كثيرة وانزلاق طبي. محطة نووية في اليابان، ما تخلوش حد يشتت حضراتكم، واللي داخل فقط لأجل التشتيت يريد تدوله وردة وتخلوه يستريح شوية عشان يستمع أكتر من الكتاب. محطة نووية في اليابان الآن تعمل بطاقة احتياطي بسبب الزلزال القوي اللي ضرب اليابان. زلزال فيجي اللي هو بقوة 7.8 اللي خفضوه من 8.1 ل 7.8 ورجعوه ل 8.9 ل 7.9 ده اللي في المحيط الهادي، سبب كوارث كتير للجزيرة. زلزال ب 6.3 يضرب الإكوادور ويترك خراب كثير. زلزال الفلبين ابو 6.4 تم تخفيضه ل 6.1 ايضا سبب خسائر كثيرة. زلزال جزيرة سليمان اللي بقوة 6.5 ريختر أيضا سبب خسائر كثيرة. وفي نفس الوقت زادت البراكين والدخان والنار اللي قال عنها أيضا الكتاب المقدس. منطقة بركان يولستون اهتزت هذه المنطقة ب 102 زلزال عميق في شهر أغسطس لوحدهم، مخلية العلماء الأمريكان بتعود الزلازل والبراكين خايفين ومرعوبين، وحاسين انه بالفعل كل الزلازل دي اللي بتحصل في منطقة يولستون، لو خلت منطقة يولستون هذا البركان العملاق جدا لو انفجر، ده ممكن يدمر اغلب امريكا. انتوا متخيلين ان البركان ده لوحده، هو لوحده يقدر يقضي على امريكا بالصورة اللي احنا عارفينها، ده لوحده لا حرب نووية ولا غيره، هذا الزلزال لوحده، هذا البركان لوحده، وفعلا خايفين منه جدا دلوقتي. بركان فيوجو القاتل ينفجر بقوة ويسبب انهيار صخري وحمم بركانية في غواتيمالا. بدون ما اطول على حضراتكم، بدل ما كنا نسمع عن 3-4 براكين قوية في السنة او نشطة في السنة،
الصورة اللي قدام حضراتكم دي مش ملخص عشرات السنين، ده يوم، ده يوم الحد اللي فات. كل دي براكين نشطة يوم 9 سبتمبر 2018 من فولكينو ديسكفري. كل دول براكين نشطة، متخيلين؟ موت الكائنات جماعي اللي في نفس الوقت زاد زي ما قال هوشع وصفانيا هيحصل في أواخر الأيام قبل عقاب الإنسان أو قبل نزع الإنسان، اللي هذا الأمر ما كانش يحصل غير مرة أو اتنين أو ما فيش في السنة، اللي حقوله ده أسبوع أو أقل أكشوالي من أسبوع. شوف كام حالة بقت تحصل موت كائنات جماعي في الأسبوع. يوم 16 أغسطس موت 3 مليون رطل من الأسماك في شاطئ في شواطئ في فلوريدا في أمريكا. ده من فوكس 4 over 3 مليون باوندز. أنت متخيل الرقم؟ اسمع الرقم ده واستوعبه. لما قال لنا الكتاب المقدس سمك البحر ينزع، أنت متخيل إن ده تسمع كان هذا الأمر قبل كده؟ أو اللي كان بيكتب الكلام ده في سفر هوشع وصفانيا في القرن الخامس قبل الميلاد كان متخيل إن الكلام ده هيحصل بمنتهى الدقة بهذا المنظر بعد 2500 سنة في نفس الوقت اللي تزيد فيه البراكين والزلازل والعصير والكلام ده كله؟ في نفس اليوم اللي مات فيه هذا الكم مات فيه 309 طن أسماك في شاطئ آخر في فلوريدا في أمريكا، منها أسماك أول مرة يشوفوها وأحجام عجيبة وأسماك ما يسمى بأسماك الأعماق. كل ده قبل ما يعاقب الإنسان والمعاصر عن وجه الأرض. يوم 17 أغسطس موت الألاف من الأسماك في نهر في كارولينا الشمالية. يوم 18 أغسطس موت 300,000 من الدجاج بسبب الموجة الحارة في أسبانيا. في نفس اليوم موت الألاف من الأسماك في نهر في المكسيك. أيضا في نفس اليوم موت الألاف من الأسماك في نهر في أوكلاهوما في أمريكا، ده من ABC. كل ده سمك ميت. أيضا في نفس اليوم، شوفوا كم حادثة بتحصل في نفس اليوم مش في السنة، موت 122 سلحفاة في شاطئ في المكسيك. يوم 19 أغسطس موت أكتر من 400 من سباع البحر حتى الآن من أول السنة في مين أمريكا. يوم 21 أغسطس موت الألاف من الأسماك في نهر في تركيا. كل ده سمك ميت قدام حضراتكم. الطحالب الحمراء السامة تتحرك شمالا ناحية تامبا وتقتل مئات الألوف من الكائنات البحرية، وكل دي كائنات ماتت في أسبوع واحد. وأكرر أنا مش جاي أقول نشرة وفيات الكائنات، لكن اللي جاي أقوله إن الكتاب اللي قاله لنا خلي بالكم ده هيحصل وفعلا بيحصل، وقاله لنا ليه؟ علشان ما نخافش لما يبدأ، اتنين عشان لما يحصل نصدق الكتاب المقدس فقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن في زمن العالم هيكون مركز قوي يشككنا في كلمة ربنا في الكتاب المقدس، في الداك الحاجات دي ما تنفعش تحصل بالصدفة. والحاجة الثالثة والمهم عشان لما تبدأ الحاجات تحصل زي ما ربنا قال لك تنتبه تاخد بالك في زمن لو ما كنتش واخد بالك العالم هيكون بيسرقك، بيسرق وقتك، بيسرق تركيزك، بيسرقك عن حياتك الأبدية والاستعداد. الأوبئة اللي زادت جدا، شوف كمية الطائرات اللي احتجزت في الأسبوع ده بس أمثلة منها مش كلها علشان الأوبئة. احتجاز طائرة إماراتية في الحجر الصحي في نيويورك بعد أن 100 شخص شعروا بمرض. في نفس الأسبوع أيضا 147 راكب تم إخلاءهم من طائرة في فرنسا بسبب الخوف من انتشار الكوليرا. أيضا في نفس الأسبوع 12 راكب يمرضوا في رحلة طيران دولية إلى فيلادلفيا. أيضا ركاب 4 رحلات لشركات يتم تحذيرهم أنهم قد يكونوا تعرضوا للإصابة بالحصبة جوه الطيارات. معلش الفيسبوك قفل، أرجو أن يكون الأساتذة الأحباء بدأوا يتابعونا على اليوتيوب.
بسبب التدهور الصحي، 4 من كل 5 أفراد بالغين دلوقتي أصبح بهم مشاكل في القلب مبكرة عن سنهم اللي كان متسجل في التكست بوكس القديمة. أصبحنا دلوقتي نصاب بمشاكل يعني مبكرة في القلب، وقد يعانوا من موت مبكر. ده بسبب تدهور الإنسان. أمال فين التطور يا ترى؟ ده من الجارديان. أنا مش شايف الكائنات بتتطور، أنا شايف الكائنات بما فيهم الإنسان بتتدهور. ما علينا. طفلة 4 سنوات أصيبت بعدوى غريبة تهدد حياتها بعد كل اللي عملته إن هي ارتدت حذاء جديد بتجربه بدون ما تكون لابسة شراب. إيه الأمراض الغريبة اللي بقينا نسمع عنها دلوقتي؟ صلوا لها ربنا يمد إيده وتتماثل الشفاء. وباء الإيبولا في الكونغو ينتشر لمدينة جديدة. طبعا الكوليرا بدأت تنتشر في الشرق الأوسط أكتر. مرض نادر زي الشيكن بوكس، لكن ده المونكي بوكس، يشبه الجديري، يسبب حمى وقرح، يكتشف في بريطانيا. يعمل المنظر اللي قدام حضراتكم. ربنا يحمي الكل يا رب. الكتاب المقدس قال لنا هنسمع عن أوبئة وحاجات عجيبة، وده اللي بقينا نسمعه بمنتهى الدقة زي ما قال لنا هيحصل في أواخر الأيام. أخبار حروب اللي زادت جدا. روسيا تنجح في اختبار نوع جديد من صواريخ الاعتراض، الانترسبتورز. غضب روسي بسبب اعتراض الطائرات الأمريكية الحربية لقاذفات القنابل الروسية فوق المحيط المتجمد بالقرب من ألاسكا. طائرات روسية قاذفات قنابل قربت من ألاسكا، اعترضتها الطائرات الأمريكية. روسيا ازاي وازاي يحصل الكلام ده؟ روسيا من خلال تركيا هتضع أسلحتها، أسلحة الروسية الكتلة الشرقية، في اعتاب حلف الناتو، وتركيا تتجاهل كل التحذيرات. انتوا عارفين تركيا قعدت تتضرع ازاي للاتحاد الاوروبي دخلها، لما دخلها في الاتحاد الاوروبي ازاي طعنته من الخلف، ازاي فعلا دلوقتي تركيا اصبحت خنجر في ظهر الاتحاد الاوروبي، ومدخلها دلوقتي روسيا اصبحت خلاص دخلت في حدود الاتحاد الاوروبي بسبب هذا الشخص اللي يعتبر خان الاتحاد الاوروبي كله. سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تحذر أن كل الأعين هي على الأسد وروسيا وإيران. رئيس الصين يحضر اجتماع في روسيا، وأيضا يدعو كيم جون أون رئيس كوريا الشمالية في منتهى التجاهل لكل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. أيضا بوتين وأردوغان sounds familiar، حسقيال 38، يذهبون لحضور اجتماع في إيران فارس، وسيكون هناك حوار عن إدليب السورية. أنا آسف لو بنطق الاسم خطأ، ده من Time of Israel. واو، بالضبط بعض الأسماء اللي اتذكرت في حزقيال 38. أدلب، طيب شكرا لحضرتك. روسيا تحذر أمريكا من أن أي ضربة إدلب، أوكي، من أي ضربة على سوريا هيكون لها عواقب. ده من CNN. يوم السبت أمريكا تقوم بضربة على منطقة في سوريا في رسالة قوية لروسيا، وده من فوكس نيوز. وبالضبط أشعياء 17 بيتحقق قدام عينينا، وبدمشق تدريجيا بتتحول إلى رجمة خراب. نظام الأسد يعطي الموافقة لضربة كيميائية على أدلب بالرغم من التحذيرات كلها اللي من أمريكا وغيرها، ده من فوكس نيوز. إسرائيل تؤكد أنها قامت ب 200 ضربة في سوريا في 18 شهر، ده من ياهو نيوز. ترامب يرسم خط أحمر تهديدا للأسد وبوتين من ضرب إدلب.
روسيا تستكمل الضربات اللي بتقوم بيها على المعارضة السورية في أيضا إدلب. ده من بي بي سي نيوز. إيران تقول أن سياسة أمريكا هي سبب العنف في العالم. إيران تضرب منطقة للأكراد شمال العراق، إيران اللي خلاص دخلت في العراق، فيما يعتبر رسالة لواشنطن والرياض وإسرائيل في نفس الوقت. إيران تعلن أنها أكملت بناء محطة نووية. أوروبا اللي لسه بتساند إيران أكملت محطة نووية حديثة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. إيه رأيكم؟ فاكرين الاتفاق النووي بتاع أوباما اللي خرب به الدنيا؟ وللأسف الاتحاد الأوروبي لسه ماشي عليه زي ما هو، معرفش إزاي. أهي آدي اللي بتعمله إيران، ولا اعتبرت ولا احترمت اتفاق نووي ولا غيره. خدت الفلوس الهدية الكارثة اللي ادها لهم أوباما، وقاعدين بيكملوا في الخطط بتاعتهم. المجاهدين المسلمين في غزة يصفون حوارات عباس مع إسرائيل بأنها خيانة. المسلمين عمرهم ما هيتفقوا على اتفاق سلام بايزوي، ده مش هيحصل. الأردن ترفض فكرة إقامة علاقات سياسية بينها وبين فلسطين، ترفض حاجة اسمها كونفدريشن بينها وبين فلسطين. ايه رأيكم؟ ها، فين العرب؟ الأردن ترفض ان يكون بينها وبين فلسطين كونفدريشن. أما للقضية الفلسطينية ومش القضية الفلسطينية والكلام ده. ننادي ونصيح قضية فلسطينية، لكن لو هتكلفنا مليم أو هنتعب نفسنا في سياسة أو استضافة، لا لا لا، بلا قضية فلسطينية بلا غيره. الديمقراطيين في ميشيغان يقولوا أن حماس، بصوا الديمقراطيين وصلوا لإيه، هي الجهة الصحيحة وإن إسرائيل هي المعتدين والمفروض يخلوا الأرض. ها، حماس طلعت في نظر الديمقراطيين هي اللي زي الفل دلوقتي. إسرائيل تضرب مواقع إرهابيين أطلقوا بالونات متفجرة من غزة على إسرائيل. اليابان تقول أن الصين تزيد من الخلافات العسكرية في المناطق المتنازع عليها. الدفاع الجوي السعودي يعترض صواريخ حوثية وإصابة 26 سعودي بالمسامير. مسلم مهاجر من العراق، طبعا لما هاجر أهم حاجة عنده إيه؟ يفجر الكفرة. كان يخطط لتفجير الكفرة في إنجلترا بسيارات مفخخة بدون سائق. هو ده هدف المسلمين، عايزين نهاجر، طب تعالوا هاجروا، طب جايين نقتلكم. هذا اللي بيعمله المسلم لما يهاجر للبلاد الغربية، إزاي بس يفكر على طول في القتل والتفجير والخراب. مش عارف ليه الدول دي ما بتتعلمش. anyway، مهاجر مسلم لأمستردام يبدأ أعمال إرهاب. أخبار عامة، أغنياء من الناس اللي بقت خايفة خلاص من بكرة باستمرار يختاروا مخابئ تحت الأرض من اليوم اللي مسمينه الدومز داي أو يوم الكارثة في نيوزيلند. قالوا نيوزيلند ده من أحسن الأماكن اللي نعمل فيها مخابئ تحت الأرض. ولادة بقرة حمراء في إسرائيل يدفع الكثيرين للكلام عن اقتراب يوم المسايا. في تطور غريب، روسيا تحذر أنه تسرب الأكسجين اللي اكتشف في المحطة الفضائية قد يكون تخريب متعمد. بترمي الاتهام على أمريكا. ده من physics.org. مسؤول في مؤسسات بحث علمي بريطاني يحذر أنه الذكاء الصناعي
هو actually أخطر من تغير الطقس والإرهاب. ده من التليجراف. الارتفيشال انتليجنس اللي بقى يحطوه في كل مكان وفي كل الأجهزة والكلام ده، ده كارثة على البشرية. الذكاء الصناعي لحاجات البسيطة منه زي سيري وروندو مش عارف وأليكسا والكلام ده كله، البرامج اللي بتتحدث منه وبتتحط في الإنسان الآلي وغيره وغيره، ده خطر بالفعل، خطر شديد. أهالي يصدرون تحذيرات من اللعبة الإلكترونية، وخلي بالكم على أولادكم، اللي اسمها مومو، اللي بتشجع على انتحار الأطفال، وبعد خاصة التحذيرات زادت بعد انتحار 2 في كولومبيا. غالبا علماء الآثار يكتشفوا آثار كنيسة اللي تم فيها مجمع نيقية، وللأسف مع مرور الزمن فاضت بحيرة وتغطت تحت سطح مياه بحيرة، وده الشكل أو المنطقة اللي اكتشف فيها الكنيسة اللي غالبا أقيم فيها مجمع نيقية، وده من إكسبريس وأرت نيوز، وده مكانها أو شكلها. دراسة نفسية توضح أنه الناس اللي ليهم علاقة بربنا يستطيعوا مقاومة الشعور بالوحدة عن الناس اللي ما عندهمش علاقة بربنا ولا بيصاب بالوحدة وبيوصلوا لدرجة الانتحار. أقول حاجة بس في الموضوع ده وأكرر، يمكن التعبير ده سامحوني لو سمعتوه مني قبل كده، الإلحاد لا يزيل الألم، الإلحاد يزيل الأمل. هو ما بيشيلش الألم، الألم بيستمر موجود، هو بس بيشيل الأمل منك. ست ده اللي بيعمله الإلحاد. أخبار اقتصادية، وأنا آسف طولت. تزايد الديون العالمية وتسبب تحذير للنظام الاقتصادي العالمي من كارثة قادمة بشعة، وبالفعل كمية الديون العالمية أصبحت كارثة. الديون العالمية زادت في فترة قليلة من 60 تريليون إلى 73 تريليون دولار. متخيلين ده اللي وصلت له الديون العالمية مجتمعا. أخطار سوق الاقتصاد أصبحت في أعلى معدل لها منذ سنة 1969. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، العالم اللي فعلا أصبح بيجتمع على الرب وعلى مسيحه، واللي أصبحوا في أواخر الأيام كل واحد فيهم بيقتل المسيحي، بيفكر إن هو بيقدم خدمة لله، سواء إلهه ده إسلام، إلهه ده وطنه، إلهه ده الإلحاد، إلهه ده المادة، إلهه ده الشذوذ، واتيفر إلهه هو إيه. وكالات الأعلام المسيحية تتكلم عن تزايد هجمات المسلمين الإرهابيين على أقباط المنيا. يا ترى فين وكالات الإعلام المصرية؟ يعني مش عارف حقيقي، يعني الألم والحسرة اللي احنا فيها على اللي بنسمعه في المنيا. أيضا حادث إشعال النار في منزل أقباط من قبل مسلمين إرهابيين وثلاثة مسيحيين يذهبوا المستشفى والعالم ساكت. معلش اسمحوا لي، وأنا عارف أن البعض هيخلفني في الكلام اللي أنا بقوله، فين بتاع أنت نور عينينا؟ هو طلع بيكره نور عينيه للدرجة دي وكان بيضحك علينا ولا إيه بالظبط؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ليه الإعلام المصري ما بيتكلمش؟ وفين اللي ادعى أن احنا نور عينيه؟ فين؟ هنفضل ساكتين لغاية امتى؟ ربنا موجود. مسيحيين الهند يرفضون انكار المسيح بالرغم من الاضطهاد البشع اللي بيتعرضوا ليه من قبل الهندوس الارهابيين اللي بيعملوا حاجات بشعة في المسيحيين عشان يخلوهم يتركوا المسيحية ويتحولوا للهندوسية. كله بيجتمع على المسيحية. الهندوسية ما بتضطهدش الاسلام على فكرة. البوذية حتى اللي بيقولوا عليهم بتعود سلام، البوذيين بيضطهدوا المسيحيين ما بتضطهدوش حد تاني. دعوة للتخلص من أي قناة عامة مسيحية في بلجيكا. ليه؟ عشان في سيدة مش عايزة حد يقرأ الكتاب المقدس. ده من التليجراف.
لو مش عايزة تسمعي الكتاب المقدس اقفل القناة، غيري القناة تانية. مدرسة موسيقى تقاضي مدرسة، ليه؟ لأنهم رفضوا طلبها بإدعاء إن هي بتعلم موسيقى ليها أصول مسيحية. هي ما بتقراش من الكتاب المقدس، ما بتقولش أعداد، لكن الموسيقى اللي بتلعبها قالوا عليها لا لا، الموسيقى دي تشبه موسيقى مسيحية، يبقى أنت ممنوعة، مش عايزينك. إيه رأيكم؟ ده اللي احنا وصلنا له. الصين تعتبر كنيسة كبيرة تحت الأرض مستخبية إنجيلية، تعتبرها خارجة عن القانون. ليه؟ عشان بتتكلم على المسيحية. ده من وكالة رويترز. الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له، وأنا آسف على الأخبار دي. الدراسات تؤكد أنه غرف التغيير المشتركة اللي عملوها علشان خطر الشواذ في أمريكا، واللي نشروا هذا الفكر بداية من إدارة أوباما وبقت زي العدوى، انتشرت في حتت كتير في العالم، اللي جعل اللي جعلت بسبب الشواذ هي توصف أنها أصبحت مغناطيس لتزايد حالات الاعتداء الجنسي. فتم تسجيل 140 حالة اعتداء جنسي في هذه الغرف في إنجلترا في ازدياد في سنة واحدة، بعد السنة اللي فاتت ما كان بيسجل 14 حالة في السنة. متخيلين؟ يعني زادت 10 أضعاف. ده في منطقة واحدة أو في دولة واحدة في إنجلترا. إيه رأيكم؟ آدي اللي عملوه علشان خاطر سواد عينين الشواذ. نسبتهم كام؟ 0.5%، 1%، بهدلوا بقية المجتمع. للأسف محكمة هندية عليا تسمح بحقوق شواذ، ودولة أخرى تتفتح للشواذ اللي حينتشر في العالم كله زي ما سبق وأخبرنا الكتاب المقدس، وحيبقى في زمن يشبه سدوم وعمورة في العالم كله وقت مجيء الرب يسوع المسيح، كما كان في أيام لوط، هكذا سيكون في مجيء ابن الإنسان. ده من قناة بي بي سي نيوز. ده اللي بيحصل فعلا. العالم بيترك ربنا وبشدة، وبيتجه لكل الحاجات اللي قال عنها ربنا هتحصل في أواخر الأيام. طب إيه المطلوب مننا وسط كل الأخبار اللي البعض بيراها محزنة؟ هي مش محزنة، هي أخبار الكتاب قال لنا هتحصل. طب قال لنا ليه؟ علشان بس احنا نفوق في العالم ده، نعد زيت في مصابيحنا لاستقبال العريس اللي قرب. إيه اللي أقصده؟ حياة الاستعداد، الحياة المقدسة، حياة القداسة، الصلاة. بتصلي، بتكلم مع ربنا، بتستعد ان انت هتعيش حياتك معاه، بتصوم عن شهوات العالم بانواع مختلفة، بتقدم خدمة فعلا بتخدم فيها ابناء ربنا، بتسعى ان يكون قلبك نقي عشان تعاين الله زي ما اتكلمنا في الموضوع من شوية صغيرة، بتستعد بلباس العرس عشان العرس السماوي اللي قرب. الوقت قصر زي ما قال معلمنا بولس الرسول في روميا 13، محتاجين نستعد. خلي بالك لو ما تمسكتش بالمسيح من الان قد يكون مفيش فرصة. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل واحد ما نخافش زي ما قال معلمنا بطرس الرسول أما خوفوهم فلا تخافوا. اتنين، عشان نؤمن، فإداك حاجات ما تنفعش تحصل بالصدفة. ففي زمن عارف ربنا ازاي التشكيك هيزيد جدا. والحاجة التالتة، علشان ننتبه ونستعد ونعيش حياة يقظة روحية في عالم عايز يسرق وقتنا بأي شكل. فربنا قال لنا لما تبدأ الحاجات دي تحصل، تكتمل امتى معرفش، في سنة، في قرن، معرفش، لكن ربنا قال لنا لما تبدأ انت ترفع راسك لفوق. ليه؟ لأن نجاتك تقترب، عريسنا قرب، والشيطان عارف، وعشان كده عارف ان ليه زمان يسير، وعشان كده عايز يفقد سلامنا، يسرق أكللنا. خلي بالكم مفتقدين الوقت، خلي بالكم في 150 ألف واحد بيسلموا ودعتهم في اليوم. يا ترى أنا وحضرتك معدنا إمتى؟ ربنا يديكم طولة العمر والصحة يا رب. المسيح اقترب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب يسوع. آسف طولت، ربنا يبارك حضراتكم.